اهلا الاخوان، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما شفتوا علاش قلت هاد الاخوان؟ حيت الفيديو اللي حطيت البارح واحد الدري تحيه لك اخويا من هنا قال لي اختي ايمان، واش انت كتقولي هي البنات وما كتقوليش الدراري؟ قلت ليه مرحبا خويا، واخا صافي كوني خاطرك، حيت بالنسبه للدراري نتبعيني حتى الدراري وحتى هما، المهم غنبدل ديك السنه من البنات نبدلها ونشوف شي حاجه اخرى. المهم ندخل في الموضوع، كيف ما شفتوا في العنوان وكيف ما شفتوا في المينياتور، الموضوع كيأسف بزاف بزاف بزاف. والله انا نهار اللي فتحت هاد القناه ما عمري درت بالي انني غنهضر على شي حد، ولا مثلا ضربني النفس على شي حد ونهضر عليه. يعني هادشي ما كنتش كاع دايره في البال، واخا ما عرفت تكون مايضه الحرب داكشي كيبقى حريه شخصيه. انا بغيت نهضر غنهضر، ما بغيت نهضر ما نهضر. يعني القناه ديالي متعلقه غير يعني غنحط غير لي فلوق ديالي، غنحط روتين ديالي، داكشي اللي شريت انا، داكشي ديالي انا، يعني ما نهضر على حتى شي حد. ولكن هذا الموضوع هذا قاصني بزاف بزاف بزاف. ولا واحد الفيديو انا كنت كنتفرج فيه غير قبيل الصباح وبكيت، وحق الله الا ما بكيت. سالمة مسكينة دارت قناة، نتمنى كلشي يدخل عندها وكلشي كلشي كلشي يتضامن معاها. راه دايره سالمة ادريس، قناة سالمة ادريس اوفيسيال، هما دايرين بزاف ديال القنوات ديالها بالاسم ديالها هي وولدها ولا هي اسامة. ولكن راه عندها فيها ثلاثة الفيديوهات كلشي يدخل ويتضامن معاها. يعني واخا غير تويت توصل داكشي هي اللي باغا. يعني وجيب لنا واحد الطريه في الخبز لذاك ادريس، ادريس تنموت عليه، تيعجبني بزاف وحق الله. ما عرفتش دري عزيز عليا بزاف، ولا ديك ملائكه مسكين والله. ولكن اسامه راه ما دار فيها ما يصلح، الصراحه ما دار فيها ما يصلح كاع. يعني فرش شي حاجه ما كانتش كاع خصها كاع تبارطاجا، اللي هو دابا كيدل على انه مراته خايبه. وكلا مراتك خايبه خويا اسامه، راه مراتك خايبه ليك انت وخايبه لراسها. اما البوبليك يرمى عندها ما دير للبوبليك لا حتى شي حاجه. يعني نتوما فتحتوا ديك القناه كيف ما قلتي، يعني تعبتوا عليها وبغيتوا تعطوا فلوس انكم يحطوكم في منتدى وتطلعوا وتوصلوا بحال اي واحد. والحمد لله داكشي اللي كانت ضامنه معاكم عباد الله، ويعني تابوناو معاك على وديت ادريس ولا وديت سليمو، كلشي تيقولها يعني ماشي عليك انت. لا وديت سليمو كتبانو كوبل صغير وفيكم البراءه وفيكم الحشمه، يعني وما كتعلقوش كما كنقولوا فين تفلقوا، يعني وغادي مع الزمان كما هو غادي. يعني ما فيكمش الفشار، ناس بساطة، هادشي اليوتيوب اللي كيبغي. راه ما كيبغيكش انك تكون دافع كبير وانك كتشوف الفوق وانك المهم بزاف الحوايج، يعني كيبغيك بسيطه كما انتي، يعني تخرجي الكاميرا كما انتي، ديري داكشي كما انتي، يعني ما تصنعيش. الا تصنعتي راه ما تكسبيش كاع كاع الناس. اول حاجه اسامه، هضرتي على شرف مراتك، اللي ما خصكش كاع تهضر عليه هي مراتك. شوف مراتك بلاكت، يعني كوني كانت صاحبتك ولا وكاع تكون صاحبتك ولا خطيبتك ولا صديقتك، داكشي اللي خرجتي لها ما كانش خصو كاع يتقال بتاتا. شوف بتاتا داكشي كيبقى سكري بيناتكم، كيف ما كيقولوا نهار تفرنا ما كان كيشوفنا حتى شي حد. نهار جينا نفرقوا شافنا البيبلي كما كيقولوا، كيقولها واحد مو الناس قدام كيقولها واحد المثال بشكل. يعني هنا انت بينتي على انك فين عايش، انت اصلا دوري جين كي داير. يعني داكشي اللي كنتي كتخرج به الكاميرا غير اصطناعي، كنبغيك كنكداك. انا سليمه بقات فيه امي دارت قناه، انا حيدت لك ابوني، انت كنت مابوني معاك ومن ضمن دوك الناس اللي حيدوا ابوني، انا براسي حيدت ابوني. ومن بين قوسين ما نحمل حتى شي حد يجي يقول لي ايمان هضرتي على كذا هضرتي على كذا. حريه كتبقى شخصيه، القناة ديالي بغيت نهضر على شي حد نهضر، حيت هادشي ما كيتسماش تشهير. باش نقول لكم، حيت ما كنهضرش على شي ما كان مهم ما بين قوسين بلا ما نبقى ندخل في التفاصيل. نتوما كتعرفوا يعني اليوتيوب كي داير، انا كنقول لكم بين قوسين ما نبغي حتى شي حد يجي يقول لي ايمن هضرتي على كذا هضرتي على كذا، ماشي المحتوى ديالك، جيتي تهضري جيتي، هادشي ما نحبوش، حيت هادشي كيبقى حريه شخصيه. بغيت نهضر انا غنهضر. انت جاك اشعار ديالي انني لحت فيديو، راك عارفو من المينياتور، عارفو من العنوان، ما تدخلش ليه تخطاه، ما تدخلش ليه.
يعني انا درت هذا الفيديو هذا غنتقبل الكومنتات السلبيين ونتقبل الكومنتات الايجابيين عادي، حيت انا جيت نهضر على واحد الكوبل اللي ما كنت كاع دايره كاع في البال ديالي انه غيوصل لهذا الشيء. شوفوا نتوما دابزتوا ولكن دابزتوا بلوكيها، تبلوكيك ما تهضروش شهر، ما تهضروش شهرين، ما تهضروش 3 شهور، المده اللي بغيتو تطفاو. ولكن باش انت يعني بغيتي تبين انك مثلا مراتك خايبه، لا بالعكس، راه عاد الناس كيزيدوا يتضامنوا معاها. وعاد شوف حنا واحد الشعب كيمشي مع الموجه، على كانتو على جاتو، راه جاتو عليكم كانتو، راه تضامنوا معاكم. المهم كتدخل طريف الخبز اللي يعيشك انت ويعيشك هو، عرفت تقول لك السبعه راه كدير القبعه، راه هادشي هاد الامثله هادو راه هما اللي كاينين. راه يكتب لك الكذاب الامثله ديال الجداوات ديالنا، راه هما اللي كاينين. انت شبعتي، قنعتي، فلوس داخله خارجه، قلت احق اولاد شنو ندير، ندير فضيحه؟ لا، حنا كون جينا نديرو فضيحه اقسم بالله الا ما اليوتيوب ناقصنا بزاف د الحوايج، وكون بغينا شتوها نديرو الشتوها، نخرجو للشتوها كطاي طاي وما نتسوق انا لتا شي حد. ولكن لا، البيئه انا اللي عشت فيها والناس المحافظ، حنا شوفوا ناس محافظين، حنا غادي مع الموجه، ماما وبابا في سن صغير غادي معايا بحال هذا المصطلح، صاحبي وماما بحال صاحبتي. يعني انا ما عنديش كاع صحابات دايرهم، امي هي صاحبتي، بابا هو صاحبي، يعني كنحتارمهم وكيحتارموني، وكنحتارم العائله. قبل ما ندير شي فيديو خصني ملي نكون مونطي نشوفو كي داير، واش في شي حركه من جهه تما دزت هكا باين في خطيه هكذا. يعني نتوما راه كتشوفو يعني بنادم كيبان لك روتين يومي، كتدخل انقلق على هذا الروتين، كي داير كي داير كي داير، واش فيه الشوها، واش فيه كذا. ما عمركم تشوفو شي في القناه ديالي ولو كاع ما طلعش، تكون عندي 5 ديال ليفي وما نخرجش كاع الشوها بتاتا. الصوره كتبقى زوينه، شوف شحال داك الطموح اللي عندك كتوصل ليه، توصل ليه واحد النهار. يعني حتى تلاقيتي بحال هكا مع شي فان يتصور معاك، ماشي يعطيك، ماشي انت غادي وعند صرك بالبيض، عند صرك بمطيشه يلوحوا عليك مطيشه خايبه، عند صرك الكلم. لا، نحب انني نتلاقى مع شي حد، نعطيه القناه ديالي ويدخل ويتفرج مع عائلته، مع صاحبته، مع مرته، مع كل شيء، يتفرج فيه بحال لي يعني روتين ولا قناه محترمه، ولا لا يجعلها تطلع تبقى كما هي. ولكن باش تشوها خويا، هادشي تشوف انا هادشي اللي كنقول لك، يعني كنقول لك شوها ما دايماش، ولو ما عرفت شنو دير شوها كاع ما كدوم. يعني حنا كون جينا نديرو الشوها كره ما دابينا، كره كندخلو ما عرفت الملاير، كره كندخلو ولا كندخلو الملايين. يعني حنا الشوها ما بغيناش كنتفاداو، اننا نتفاداو الشوها يعني كان حنا كنطلبو الهدايا دوك مالين روتين اليومي ودوك مالين الشوها، كنطلبو ليهم الهدايا. ولكن باش تشوه مراتك، والفيديو اللي قاصني اليوم هي انها نحتي لها فيديوهات كتشير، وقلتي فيها واحد الكلام انها بين قوسين، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، عاهره. لا، ما عاهراش، بالعكس هي حاولت انها تجيب لك واحد الوليد تبارك الله مالك غزي ولفني، وتبارك الله الله يحجبو لميمته. ما تقالش عليها كاع هذه الكلمه هذه. يعني انت ملي عارف راسك انك تزادوا عليك الفلوس وتوصل لهذا الشيء وتشوها، ما كنتيش نهار اللي غلطات معاك ما كنتيش كاع تزوج بها انت. يعني داكشي كان سكري، نهار اللي غلطتو عارفك كنتي عارفها انت وهي ووالديها، من يعرفوها انها حامله مشيتو وضربتو الصداق، وجادك ادريس وعشتو الحياه وجبتو هاد الفطره هادي ودابزتو. ولكن باش تقول انا غلطت معايا، راه حشومه حشومه وعيب وعار، اقسم بالله الا ما بقات فيا. شوفوا احنا الوليات راه كنحسو ببعضياتنا، يعني شنقول لكم بقات فيا بزاف. يعني هي غلطات مع والديها المره الاولى هي انها دارت الغلط معاك، ووالديها سمحوا ليها، واخا خوتها كيف ما قلتو نتوما خوتها يعني قاصحين شويه، ولكن راه فيهم نفس الرجوليه. يعني راه كنعطاهم التحيه من هذا المنبر هذا، علاش؟ انهم حسبوك راجل وحسبوك انك غتوقف مع بنتهم، وعطاوك بنتهم وسلموا امرهم لله. يعني قالوا بنتنا غلطات، انا ما نحوها الزنقه، راه تيقول لك اللحم اللي كيخناس كيهزوهم مالي. هاي غلطات مع والديها، وجابت ادريس وعاودتو غلطتو وصلحوا الغلط، وها نتوما غلطتوا، راه دابا عند والديها. يعني الله يسمح لنا من حق الوالدين، والله يسمح لنا من حق الوالدين، والله يسمح لنا من حق الوالدين. يعني كتغلطي حتى كتشبعي، ولا كتغلطي حتى ما عرفت شنو، وكيهزوك غير
يعني غير والديك، يعني هاد الشيء وسام اللي غادي فيه راه ما كيبشرش كاع بالخير. يعني انت هنا كدل على انك عندك مرض نفساني وخصك تعالج، حيت هاد الشيء الاواخر ديالو ما كتبصرش بالخير. يا اما غتكون شي جريمه، الله يستر الله يحفظ، حنا هادشي ما بغيناش. يا اما تكون شي جريمه، ولا يكون فيها انتحار، ولا يكون فيها طعن، ولا ما نعرف شنو يكون. حيت هي مسكين دابا بغات ترجع تقرا، وانت قلتي بفمك انها الا رجعت تقرا غتحك ليها وجهها مع تطوار حشومه. علاش خليها تقرا وهي خدامه في القناه؟ والحمد لله دارت قناه البارح وطلعت ليها وتابونيت معها ونتفرج لي فيديو ديالها ويكونوا فيهم حتى ساعه، ندخل ونتفرج فيهم. كذلك انا نفرح ان اي واحد يتفرج فيا، كذلك حتى هي نتعاونوا معها على ودي داك الوليد وعلى وديت. هي سليمه، كتبان ظريفه، كتبان زويونه، من اطيب خلق الله، ناس محافظين. يعني حنا دخلنا يعني من ناحيه الفيديو ترى بحال دخلنا معاها لدارهم، وشنا العيشه اللي كيعيشوا يعني ببساطه، يعني ولا على قد الحال. وباش عجبتني كثر هي انها ما خرجت حتى شي فيديو انها كتجاوبك. يعني الفيديو اللي لحتي اليوم الصباح انها كتشيز، دخلت لواحد الكومونتير ومن الكونت ديالها اخوتي، وقالت حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله هاد الدعوة هذه فيها بزاف ديال الدعاوي، هاد حسبي الله ونعم الوكيل فيها بزاف ديال الدعاوي. ذنوبها راه باقا كتخرج فيك أسامة، مشات تيفهم بسبعين ألف ريال، نصبات عليك بنت من كازا، مشيتي وتعقدت على وجه داك الوليد ودخلوك دارهم وشتي الوليد، شتي أسامة، شتي ربي إدريس، وجلستي معاه وعنقتيه وبستيه وحيدتي منو ديك الشهوة اللي كانت عندك فيه. راه حشومه هادشي يا أسامة، راه حشومه. يعني هي وقخا هادشي كامل درتيه معاها، هي يعني باقا كانت باقا كتشوف فيك على اساس انها راك بوت ولدها، ولكن باش تبارطاجي شي حاجه انها كتدل على انه كان سكري بينك وبينها، راه حشومه. والناس انا ما غاديش نلوموها شي، واخا انا شفت داكشي والله ما لمتها. علاش؟ حيت اول حاجه ما كانتش كتشيش بوحدها، راه كانت كتشيش معاك وانت راجلها ياك. وتان اول حاجه بعدا عطاتك ساره فحيت اصلا تاقت فيك وقلتي يطلع داك الوليد، وغنقول لي راه جاتك بال المهم ما دارتش يمكن باش انا حتى كنحشم انني نبقى نهضر فيه. المهم هذا الشيء حاول انك تحبسو، حيت حتى ما غيخرج قلت شي حاجه. الا باغي تصلح الغلط ديالك اسامه صلحو ما حطو، واخا هو راه مبقى فين يتصلح. ملي بارطاجيتي اليوم داكشي وكتعطي الوليد شي حاجه هو باقي صغير، وكتقول كتقول مو هو خارج بحال مو سكيري وكيضرب الشيشه من الطراز الرافع، لا راه حشومه اصلا، راه كديتي فيه الذنوب على اساس حيت انت اللي عطيتيه الشيشه، يعني هو راه ما كيعرفش، ديتي فيه الذنوب. وثاني حاجه داكشي ما خصوش كاع يتبارطاجي. تشوف حنا في مواقع التواصل الاجتماعي الحاجه راه ملي كتبارطاجي راه كدير بوم. حنا ما بغيناش داك الوليد منيني يدير 5 سنين ويدير 6 سنين ويولي يعرف يدخل المدرسه يتعقد ويتعقد شنو نقول لكم. شوف بنادم ملي كيتعقد راه كيوصل بزاف د الحوايج، كيوصل للانتحار، كيوصل كيولي مريض نفسانيا، كيولي ما بغاش يتعاشر مع الصحاب باش ما يقولوش له امك فعلات، امك دركات، باك دار، امك دارت. صافي ما تفهمتوش، كنتي تخليها هي في حال هكاك تتبرد وريت ندم معها الحال. داب الصوم دابزه عاديه، كان في الامكان كان في الامكان ديالكم انكم تصلحوا الغلط ديالكم قبل ما يكبر، ولكن انت ما درتي فيها ما يصلح، ما درتي فيها ما يصلح الصراحه. هادشي كيدل على انك ماشي ولد الناس، ما وقفتيش معاه في الشده، ما وقفتيش معاه في بزاف ديال الحوايج، هي وقفت معاك وتضامنوا معاك على وديتها، والقناة ديالك غادا وكتهبط. يعني كانت 440 ولات البارحة انا شفتها، حيت حالي ما دخلت لي الفيديو ديالك بحثتها. المهم داك النهار شفتها 421، بحثتها 412، دابا ولات 400 واقيلا واقفة، ولا 402. علاش هادشي كامل؟ علاش؟ صافي هي غلطات، ما كاينلاش انك تبقى تشوهها. شوفي اختي سليمه، انا من هذا المنبر هذا كنقول لك انا معاك، كون كنتي غير قريبه ليا اقسم بالله الا ما كنتي غير قريبه ليا اجي جلسي معايا تتفشي من بدلي داك الجو ديالك، وكاين رانا انا هنا في السلا وانتي ما عرفتش في اكادير واقيله ولا ما نعرف. المهم اختي نقول لك سلمي امرك لله وربي اكيد غياخذ لك حقك. المهم اختي سليمه نقول لك الله يعطيك اختي الصبر،
وشوفي حاولي انك ما تعاوديش كاع تدخلي لي فيديو ديالو باش ما باش تبقاي فيك الطاقه الايجابيه كيف ما قلتي في لي فيديو. هنا غنبقاو نشوفو غير الطاقه الايجابيه، بغينا نشوفو كتبكي من حاطمه. بالعكس عندك وليد كيرضع، قولي وشربي وما تسوقيش. شوفي حنا معاك ولو ما عشني بارطاجي، حنا معاك وغنبقاو معاك. عافاك اخوتي، بغينا نكون يد وحده مع سليمه. كلشي يدخل تابونا عندها، كلشي يشوف لي فيديو ديالنا من الاول حتى الاخر، وخليها ترزق من ديك القناه الطريف ديال الخبز باش تعيش ولو هي وتهز ولدها. وشوف اخويا اسامه، نقول لكم من هذا المنبر هذا، الا فيك ما تصلح الغلط صلحو، حيت بنادم وسط الغلط راه كيصلح الغلط ديالو، ما كيبقاش غادي في نفس الغلط. حيت الا بقيتي غادي في نفس الغلط هذا الشيء ماشي في صالحك، هذا الشيء تقلب ضدك، وهذا الشيء حنا اللي ما بغيناش. يعني ما بغيناش الله يستر هذا الشيء نشوفوه غادي عند زايد عند حدو. يعني هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير، يقدر ما عرفتش فين يوصل. وهذا الشيء حنا اللي ما بغيناش، يعني ما بغيناش داك الولد ما يشوفش فيك تشوفه منين يكبر. هنا هادشي ما بغيناش الطلاق. عافاك اخويا اسامه، الا فيك ما تصلح سير صلح الغلط ديالك وحبس من البارطاج، حيت ما حدك انت كتبارطاجي وكتوسخ لها وجهها. مازال الناس كيتضامنوا معاها وكيحيدوا لك ابوني من القناه ديالك وما غيبقاوش كاع يتفرجوا فيك، ومن ضمنهم انا حيت لك ابوني، حيت انا كنت مابونيه معاك على وديت اسامه، على وديت سليمه، على وديت ادريس، ولا وديت سليمه اسمحوا لي. ودابا ملي ما بقات سليمه ما بقاش كاع نتفرج في الفيديو ديالك، حيت ما بغيتش نشوف شي حاجه فهمتي. شوفوا الحاجه درات اللي ما ضراتنا حتى حنا، حيت حنا خوت. بارطاجي شي تصويره كانت حامله وعريانه، حشومه انك تخلي الناس يكتشفوا على اللحم ديال مراتك، هي باقا مسؤوله عليك. وبالنسبه لواحد بين قوسين كتقول لينا، كتلوح لي فيديو كتقول انايا كندخل واحد البنت لي زوطيل وكندخل باللاك ديال سليمة، راه حشومه هادشي حشومه. الا ما سمحاتلكش هنا، الا ما سمحلكش سيدي ربي، راه عباد الله ما يسمحوش لك هنا، وهي ما تسمحش لك هنا، وهي دابا راه سلمت امرها لله، وراه هذيك الكلمه ديال حسبي الله ونعم الوكيل يكفي. يعني هي فيها ما تاخذ حقها، حيت باقا محسوبه عليك، هي باقا كاع ما مطلقه، باقا محسوبه عليك، وتقول انها كتدخل بنت بسميتها صح. شو ما قدرتي تبدلها في ليل وضحاها، واخا ما عرفتش كاع شنو تكون كاع ضرباتك، كاع توصل كاع ضرباتك، راه حشومه هادشي حشومه. وكنتمنى هادشي يكون فينال زوين وتوصلوا شي نتيجه. عافاك اختي سليمه، من هذا المنبر كنقول لك حتى اللايف صافي. هادشي اللي غنقول لكم، حاول انك اخويا تصلح الغلط ديالك، حيت هادشي راه ما غينفعك حتى شي حاجه. لا انك كتدخل بنت بلا كارت ديالها، ولا انك كتدخل بنت، ولا انك غتبيع الفراش، ولا انك كتهددها، ولا انك كتبارطاجي لها داكشي السوء اللي كان سكري بينك وبينها. هادشي راه ما كيدلش اننا حنا غادي نشوفوا على سليمه ديك النظره الخايبه، لا بالعكس حنا ما نشوفوش على سليمه ديك النظره الخايبه. مازال انت كتبارطاجي وحنا كنزيدو نحبوا سليمه ومع سليمه. المهم الله يهديك، ثم الله يهديك، ثم الله يهديك. حاول انك تشوف غير بشوف الشفقه على ودي داك الوليد، ما بغيناش مسكين يكبر ويتعقد ويقول ماما دارت، بابا مشى في بارطاجي، بابا ما بغيناش شي واحد ينقذو ويوري ولدك. ولدك غادي وكيكبر، ها هو كيحبوه، ها هو كيرضاه، ها هو كيتمشى، ها هو دخل المدرسه. ما بغيناش واحد يهز شي فيديو ديال ان ماما كانت كدير شي حاجه ويوريها له ويتعقد. بغينا الولد يقرا يوصل يخدم، هادشي حنا اللي باغيين. المهم اخويا اسامه، كنتمنى انك دير عقلك وسير عند سليمه، وحاول انك تمسح داكشي كامل اللي انت مبارطاجي، وبداو صفحه جديده وصافي. هادشي اللي كنتمنى لكم، وكنتمنى لكم مسيره موفقه، والله يجمع شملكم معنا من قريب، والله يخلي لكم ادريس، والله يخلي لك حتى سليمه، والله يرد بك حيت فرين انت راه مريض. وكنتمنى انك تشوف شي طبيب نفساني اللي يقدر يخرجك من هذا الشيء باش ما تبقاش غادي في الغلط. وصافي اخوتي، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، انكم تدخلوا القناه ديال سليمه ضروري ونتضامنوا معاها، وخليوا لها لي كومونتير زوينين، وخليوا لها ابوني، وغنخليكم دابا تبقاو لي على خير، ونتلاقاو فيديو جديد.